ام محمد معانا من مصر، اهلا بيكي. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا بيكي يا حاجه. احنا عايزين نشغل مبرمجين، ايه رايك في التوجه الجديد للزعيم القائد؟ طيب لما اخذه بعد احترامي ليك والساده المشاهدين والمستمعين كلهم، طب انت معلش يا غبي يا غبي يا اللي عندك غباء الدنيا والدين يا متخلف عقلي، طب ليه ما جبتش واحد يبرمجك انت علشان تعدل البلد بدل ما تخربها؟ مش كنت المفروض انت جبت لك واحد علشان خاطر تعدل البلد بدل ما تخربها؟ وبعدين ايه شهادات عيالك؟ ما علمت عيالك انت ايه؟ ما علمتهمش كده ليه؟ وايه ولاد عصابتك؟ هم برضو في الاختيار اللي انت اخترته ده؟ وايه شهادتك انت من اصله يا غبي؟ شهادتك انت من اصله ايه يا غبي؟ انت يعني انت كنت واخد ايه؟ واخد ايه انت يا غبي؟ ياللي مسكت البلد خربتها وبهدلتها وبوظتها. وبعدين مش انت اللي قايل هيفيد ايه العالم في وطن ضيع؟ مش انت اللي قلت كده؟ مش ده كلامك يا غبي يا متخلف؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. خربتها ونيلتها بست النيله، ولسه جاي تتكلم كل شويه تطلع لنا تقليعه، كل شويه تطلع لنا بحاجه هايفه زي حالتك، كل شويه بننتش لاقي لك كلمه صحيح تقولها على الحديده ولا على البتاع ولا على ده ولا على ده. طب انت مالك؟ ما تعمل مصانع للناس تشتغل، الناس الغلابه اللي ما انتش عايز لا تعلمها ولا تشغلها ولا تهببها، خلي المصانع بتوعها. خربتها ليه؟ شلت المصانع وشلت الشرك وشلت الدنيا كلها، ليه؟ ما تسيب كل واحد بعلامه، اهلا بكليه التربيه، اهلا بكليه الطب، اهلا بكليه الهندسه، اهلا بكليه العلوم، اهلا بكليه الازهر، كل واحد في مجاله. انت مالك؟ شكرا يا محمد. البلد محتاجه كل التخصصات وكل حد عنده جهد يقدمه للبلد دي.